وفاة الشيخ مدني محمد بن حمزة العلي في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيب الموت الشيخ مدني بن محمد بن حمزة العلي، وصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في المسجد النبوي الشريف. وعن سبب وفاة الشيخ مدني بن محمد بن حمزة العلي عن عالمنا، رحل نتيجة مروره بوعكة صحية ألمت به رحمة الله عليه وغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل على إسره إلى المستشفى لتحديد حالته الصحية، وأوصى الأطباء ببقائه في المستشفى، لكنه وفته المنية وانتقل من دار الفناء إلى دار الخلود. إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.